إلى أيضا فقرة مختلفة وخلصنا أخبارنا لليوم. فنانة شابة تحمل ذائقتها بين الألوان، ترسم أو تخصصت في رسم البورتريه في أكثر أعمالها، وتعشق الفحم ولها تجارب في الزيت أيضا ولها جولات ومشاركات سنعرفها في الحوار. اسمحوا لي أرحب بضيفتي مشرفتنا اليوم الرسامة أماني الشريف. يا أهلا فيك أماني. أهلا وسهلا فيك. بداية، كيف ممكن تقدم أماني نفسها في عالم الفن التشكيلي؟ أماني الشريف فنانة تشكيلية، أحب أنواع الفنون كلها بس بالأخص الفحم والبورتريه بالذات. طبعا بدأت يعني عملت أكثر من مهرجان وشاركت أكثر من معرض فني. جاء في بالي سؤال وانت تحكي عن نفسك، ليش البورتريه تحديدا؟ يعني أنواع الفنون جدا كبيرة ومختلفة أيضا بنفس الوقت، ليش تخصصتي تحديدا في البورتريه؟ البورتريه هو عبارة عن يعني أنا أحب أرسم الوجوه، يعني هي أكثر شيء يبان فيها تعابير الحزن، الفرح، الزعل إذا حابة. فأنا كثير أحب تعشقي ترسم تفاصيل الوجه. التفاصيل تهمني كثير. طب يقال ونسمع كثير أن كل فنان له ميول وصنعت مساره الفني، فكيف تكونت هذه الميول معاك؟ من وأنا صغيرة تمام أرسم، شوية شوية دخلت في الرصاص، شوية شوية دخلت في الفحم، فحبيت كثير. اي فتشجيع الاهل انت زي ما انت عارفه وكملتي في هذا الطريق. أيه. وهذا المشوار. طب اماني انا ملاحظه وشايفه في رسوماتك كثير مستخدم الفحم اكثر من الالوان الزيتيه، فليش الفحم كمان؟ هو الفحم عشان بدايه تقريبا كل فنان زي ما تقولي، فحبيت يعني اشوف كذا غرمت فيه، يعني احس كان عشان كبدايه احب بحر الفحم حلو كثير. فحاليا تحب الابيض والاسود دائما، يعني اشوف الفنانين اللي يتخصصوا بالفحم تحديدا يحبوا الظل والظلال والزوايا هذه اللي ممكن تبان بالابيض والاسود والرمادي ويبدعوا فيها. وانا شخصيا اعشق هذا الفن، يعني اكثر من الالوان، الالوان لي جماليته يظهر الوان الحياه ومبهجه، الفحم كذا لي فخامته. صح. احس بنفس الوقت تتفقي معي في هذا الشيء؟ اكيد. انا طب ما هي اتجاهاتك اليوم في الاعمال الفنيه؟ تقريبا الفن ما في اي اتجاه، يعني زي ما تقولي ممكن شوي لك مود في الزيتي تدخلي فيه، ممكن بس في الفحم، في عالم الفحم. فتقريبا انا حاليا جالسه ادرس يعني انه اكبر، اصير مساحات اللوحات، اكبر شوي يعني في عالم الفحم اكثر، اتعمق فيه الزيتي اكثر. طب كلميني عن اكثر المشاركات اللي شاركتي فيها باعمالك وصنعت لك فارق كبير وايضا انتشار اكبر. تقريبا سوق عكاظ اللي عملناه قبل، شاركت فيه قبل كم سنه واستمر لمده سنتين، انا شاركت مده سنتين في سوق عكاظ. اجاده كمان كان في جده، كان معرض الاول مره يصير عندنا هنا في السعوديه، فمره حبيت شاركت فيه. حلو. ايوه في مدينه الملك عبد الله. كمان شوي شوي عملت، شاركت على الرسم في السيارات، يعني هذا شيء جديد هذه السنه. ايه كثير حلو انه بنت ترسم على السيارات، يعني ما قد شفتها. أيوة. قبل كذا كيف كانت التجربه؟ جدا جميله وعفويه وحلوه قدام الناس كمان، قدام الجمهور. حلوه. ايش رسمتي على السياره؟ تحمست اعرف. اجنحه ملاك رسمت. واو. كيف طلعت؟ حبيت كثير، كثير حبوها الناس. اصداء الناس يعني بعد مشاركاتك في مثل هذه المعارض القويه اكيد جاتك اصداء وتعليقات. أيه. من الناس، فكيف كانت هذه الاصداء؟ كثير جميله، كانها كاول بنت في مدينه الطائف ترسم على سياره، فمره حبيت، يعني حبيت الاصداء. كان كل اكثر التعليقات اللي جاتك بكل صراحة ايجابيه، تقريبا حبوا الناس الفكره وتشجعوا، خصوصا العنصر النسائي. اصلا حتى اغلب رسوماتي يعني العنصر النسائي. اكثر من عندك تحيز؟ تقريبا. ليش؟ السبب هذا التحيز؟ ولا شيء، بس انا احب يعني احس اني اكون كوني كامراه اكون نصيره المراه. يعني تحبي ترسمي تظهري او مشاعر الانثى اكثر في كل لوحاتك. صح. وتحبي انك يعني ماخذه هذا المجال نقدر نقول. ايه. في الرسم. ايه. طب تفكري يكون لك معرض خاص لك اماني متخصصه في هذا الفن؟ اكيد ان شاء الله قريب. اشتغلتي على الموضوع؟ ايه اكيد، لانه انا تقريبا عندي اكثر من 20 لوحه واكثر من 30 لوحه تقريبا. فححاول ان شاء الله اني اعمل لي معرض قريب كمان.
قد عرضتي لوحاتك للبيع ولا ما تفكري؟ في بعض الفنانين نشوفهم يحبوا يرسموا، استضفت قبل كذا كثير من الفنانين والفنانات اللي يحبوا يرسموا ويحتفظوا بلوحاتهم لهم، خصوصا اذا كانت يعني اللوحه اخذت منهم وقت وجهد كبير، فمستحيل انهم يفرطوا في هذه اللوحه، تكون يعني بالنسبه لهم شيء ثمين مستحيل انهم يبيعوه. فانت هل ممكن تعرضي لوحاتك للبيع ولا ما تفكري؟ لا بالعكس، يعني اغلب لوحاتي كمان للبيع. تفضلي هذا الشيء؟ احب انه احد يقتني لوحه من لوحاتي وتكون عنده زي ما تقولي ذكرى مني انا او تذكار مني انا، فعادي استقبل طلبات رسم، كمان اعمل يعني صور شخصيه لاشخاص. وهذا اللي كنت بسالك عليه، عندك حساب في الانستغرام؟ اي اكيد. تعرضي فيه لوحاتك وتجيكي طلبات رسم وترسمي او كل شيء؟ اي اي. طب ايش اغرب كذا طلب جاكي على الانستغرام؟ ما في تقريبا، بس انا احب دائما ارسم المشاهير فيجي يشوفوها اعطيهم اديهم هي، فمره ينبسطوا. دعموكي كثير؟ حلو. فنانين. الدعم هذا رجع لك باي فائده؟ يعني كفكره انه في ناس عرفوا امان الشريف مين. يعني هذا اكبر دعم. قاعده اشوف ونحن بنستعرض صورك ترسمي على الوجوه. أيه. مو بس رسمات. أيه. فايش هذا المجال؟ زي ما تقولي فانتازي، رسم فانتازي هالوين يعني كذا. هالوين. مكياج السينمائي نقدر نقول. اي حابه اني اتعمق فيه اكثر، فحبيت ابرزه كميك اب. حلو بتسويه؟ اي اي اسويه. اخذتي دورات عليه؟ وكيف تعلمتي هذا شخصي. الفن؟ اجتهاد شخصي. من اليوتيوب؟ من وين تعلمتي عليه؟ يوتيوب، اتابع اكثر من اجانب جالسين يعني ينزلوا دروس او اشياء كذا، فتعمقت فيها. انا احب الميك اب اصلا، فاحب انه اتجه شوي للسينمائي اكثر. انا اصلا يعني احس او اللي اعرفه انه اي فنانه تبدع في الرسم طبيعي انها تكون ميك اب ارتست، لانها اصلا يعني تعرف تمسك الالوان وتمسك الحبر. صح. وترسم وجه كامل على اللوحة. أيه. فطبيعي انها تقدر تسوي ميك اب واي نوع من انواع الميك اب وتقدر فعلاً. تبدع فيه. كيف بتحاولي انك تستثمري هذه الهوايات؟ احب اشارك فيها في معارض بحكم اني انا احب الفن، احب الرسم، احب الميك اب، فتقريبا احاول انه قد ما اقدر اشارك في مهرجانات ومعارض. وان شاء الله راح تستمري في هذا المجال، رسم او ميك اب، اختاري. كلهم الاثنين؟ كلهم الاثنين باذن الله. ما حينفع، لا حتشتت نفسك اماني. لا كلهم الاثنين باذن الله، فحركز شوي على الميك اب الفانتازي ان شاء الله. نحن اكيد نتمنى لك كل التوفيق في اي مجال انت تختاريه بالنهايه، ومبدعه ومكمله معانا اكيد لنهايه الفقره. راح نشوف ايش راح ترسوي لنا، ونحن اكيد مشاهدينا مكملين معاكم باكلاتنا الحجازيه في سفره ساعه شباب بعد البرنامج بعد الفاصل.